احنا اليوم نتنسم احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال 78، وبما يصادف احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية باليوبيل الفضي بجلوس جلالة سيدنا على العرش أطال الله في عمره. و يعني بنوجه التهنئة والمباركة لجلالة الملك وللشعب الأردني وللإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبر المسيرة الوطنية الأردنية، وهذه المسيرة ممتدة عبر أكثر من 100 عام. صار عمر المملكة اليوم 103 أعوام، وبالتأكيد أنجز الأردنيون الكثير فيها، والأردن كان عبر التاريخ هو نتاج تناغم القيادة والشعب الأردني، وتاريخنا يتحدث عنا سواء منذ الثورة العربية الكبرى ومرورا بتأسيس الأمارة ثم لنشوء المملكة كمملكة والاستقلال في 25/5 عام 1946. وطبعا مسيرة الدولة الأردنية لا تتوقف عند محطة من المحطات، وكلها محطات للبناء من عهد جلالة الملك المؤسس عبد الله الأول، مرورا بالملك طلال واضع الدستور سنة 52، ومرورا بالملك الباني الراحل العظيم الملك حسين بن طلال طيب الله ثراه، واليوم احنا في عهد جلالة سيدنا الملك المعزز. من المؤكد انه وطننا يعني في قطاعات كثيرة شهد نهضات متعددة في عدة مجالات وقطاعات، ومنها قطاع الإعلام. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم أنشئت هيئة الإعلام، والتي تولت عملية تنظيم والإشراف على قطاع الإعلام. وقطاع الإعلام قد يرى المشاهد بأنه متعلق بالإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء، بالصحافة والإذاعات والمحطات التلفزة التي عددها بالعشرات كما تعلمون، والإذاعات التي عددها بالعشرات، والصحف اليومية والمحلية والمجلات المتخصصة. لكن هو برضو أيضا بيشمل قطاع المطابع، ويشمل قطاع الإنتاج، ويشمل قطاع دور الدراسات، ويشمل قطاع المكتبات، ويشمل العديد من القطاعات ذات الصلة. وبالتأكيد إحنا بنتعامل مع عدة جهات وعدة قطاعات معنيين بتطويرها ومعنيين بتطوير التشريعات. استحدث أو جرى تعديل على قانون المطبوعات والنشر في العام 2012، وكما صدر قانون الإعلام المرئي والمسموع. وكان دائرة المطبوعات والنشر هي من أوائل المؤسسات التي أنشئت في المملكة منذ عهد الإمارة في 21/22، وأنشئت بعد هيك في هيئة الإعلام المرئي والمسموع. ثم جرى دمج هيئة الإعلام المرئي والمسموع مع دائرة المطبوعات والنشر، ونشأت هيئة الإعلام التي تقوم اليوم ب جهد كبير في عملية التنظيم ومسؤوليتها في تطبيق قانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر. وطبعا اليوم في مشروع كامل متكامل للدولة الأردنية، وقد ضمنه جلالة الملك في مشروع التحديث السياسي، كما هنالك مشروع التحديث والتطوير للقطاع العام، وكما هنالك مشروع التطوير الاقتصادي للدولة الأردنية. وإن شاء الله أنه إحنا بلدنا للأمام، وإن شاء الله بهمة النشامة دائما وأبدا أنه نكون إحنا المتقدمين وأصحاب الريادة. ويعني منكرر تهانينا لسيدنا ملكتنا سمو ولي العهد المعظم والشعب الأردني كلياته.